لحمة في الصينية. أول شيء بدنا نحط اللحمة، عنا نص كيلو من اللحمة. فينا نستخدم عجل أو غنم، بس هي أكيد غنم بتطلع قطرة ما بتنشف. نضيف فوقها نص بصلة مفرومة بفرم ناعم. بنحط فوق البهارات، فلفل أسود، كزبرة وكمون. بنضيف لها معلقة كبيرة طحينة، معلقة كبيرة دبس رمان مخلوطة مع عصر نص ليمونة. بنضيف الملح، نخلطها منيح مع بعض عشان ينخلطوا المكونات مع بعض منيح. وهيك بيكون شكل اللحمة بعد ما خلطناها. هون صينية بدي ادهنها بمعلقة صغيرة زبدة، في عالم بيدهنوها بسمنة كمان بترجع لكم. بعدين بنجيب اللحمة، بنحاول تكون كل الجهات نفس السماكة عشان ما يطلع شيء اسمك من شيء. بعد ما فردتها انا بحب شوي طلعها من على التراب يطلع منظرها حلو. نفتح نعمل بأصابعنا هيك، هاي الحركة بنساويها مشان تستوي اللحمة أسرع. طبعا بتقطعوها حسب انتو قدي بدكم تعملوها، انا حقطعها بهالشكل. هون انا مقطعة شرايح بندورة، نحطها على كل قطعة. طبعا فيكم تضيفوا لها فلفل حاد، يعني طيبي العالم اللي بيحبوا الحاد. يعني بعدين اخر شيء بنحط عليها زيت نباتي، كمان فيكم تحطوا سمنة بس انا بحس بالزيت اخف عشان ما تنشف اللحمة. نحاول نحط على كل الاطراف، بنحرك الزيت مشان يفوت بكل الفتحات اللي نحنا سويناها. وهيك بتكون الصينية جاهزة لنفوتها على الفرن.